ودوما لازم نسعى لرزقنا. روح امشي قدامي لا شوف نهايتها معك انت والمطاعم. وين بدي اعود انا هلا؟ ناقصني مصاريف. روح عودني كده الطاوله الفاضيه. امشي روح روح قدامي. مش هالشوبات نطع نفسي يولي. شوف شوف المعالق وشو هكذا بيطحقوا هذيك الحسبة يخرب بيتهم. لك ماما خلص عيفيهم من ايدك العالم كلها بتطلع علينا. ايوه طلعوا ايوه طلعوا جايين ببلاش نحن لهون دافعين حقهم ولا لا؟ وين راح تضبهم كلياتهم ايمون؟ ها يبقى خير طلعوا على السوا. ها طلعوا كمان. ها اهلا وسهلا حجي تفضل ايش بكم تاكلوا؟ حجي حجي يحجوا فيك لما مش هلا يخرب بيتك من حالك. انا حجي كل هالجبانة عم تقولي حجي بتطلع عند ابوي عم ينمع بتص؟ لا لا العفو منك انا ما كنت قاصد. طيب طيب مو مشكلة قلنا شو في عندكم اكلات طيبة؟ في عنا كريسبي في عنا زنجر في عنا شاورما في همبرجر في مندي. ودخلك ايش اسعارهم هدول؟ هلا وجبة الكريسبي ب70 والشاورما ب50 والهمبرجر كمان ب50 والزنجر ب90. ولك كله منك كله منك بدك تجي على المطاعم. شايف المطاعم بحق هالاكل هذا هلا اللي ما بشبع عطط منوب كنت عم تاكل بالبيت صينيه بطاطا فروج جنب سلطه. شايف فرج. طيب وشو قلتوا هلا مدام شو بتحبوا انزل لكم؟ خلص جيب لنا وحده كريسبي وحده شاورما وشوف عندكم كمان مقبلات نزلهم يعني ظبطوا لنا الوضع ونزلنا كل شيء. لا لا امي لا 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 تنزل لنا كل شيء لا تنزل لنا كل شيء لانه انا طبيعتي ما باكل كثير انا لامي هاد قدام بتشبعني فورا. طيب حاضر مدام دقايق وبكون طلبكم جاهز. الحمد لله يا شباب الاقبال على العصير جدا ممتاز اقبال مو طبيعي. يا شيخنا طعمه كتير حلو وسعره كتير مناسب والكبير والصغير عم بيشربوا منه. بس يا شيخي كأنه زودناها شوي. ليش زودناها؟ العصير منتهي صلاحيته والتاريخ اللي عم نزوره. لك يا ابني الحامي هو الله سبحانه وتعالى ونحن ما لنا اول الناس ولا اخر الناس عم نشتغل بهاي الشغله ونزور تواريخ. بعدين بكفي العالم عم تاخذ من هاي البضاعه وعم تثق فيني من ورا هالمسبحه وهالقلابيه وهاللحيه. ودوما لازم نسعى لرزقنا. الله سبحانه وتعالى شو قال؟ واسعوا في مناكبها. وهيك بكون انتهى اجتماعنا اليوم ومبروك على الصفقة الجديدة اللي كسبناها والله يعطيكم العافية. الله يعافيك شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. صرنا فرجة قدام العالم. مو على اساس انتي لقمة هالقد قد بتشبعك؟ لك حتى اكلي اكلتي لي يا لك. ايه صح ابني ما اختلفنا لقمة بتشبعني بس هي نعمة الله هدول الله بكبوها لازم خلصها كلها. هذا كبوها؟ اخدها الى تعزادت مني. اي باخدها وقفت عليها يعني؟ انا اللي باخدها كمان. لك ماما شو عم تعملي؟ العالم كلها بتطلع علينا. يهو شو بكم عم تطلعوا علينا؟ لا تفهموني غلط هدول لقطط عندي بالبيت لانه حرام يعني مثل ما بتعرفوا الله وصانا فيهم. يلا ابني قوم 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 شمسنا قوم قوم. تمام تمام يا اخي المسلم تمام ما عندك اي مشكله بكره ان شاء الله بتصل البضاعه لعندك. امي والله تعبت من المشي عطشت بدي اشرب مي. لك شقد بنق شقد بنق شقد بنق امسوك بري اقبي مشي حالك. لا يا اخي المسلم لا استغفر الله مو ذات قيمه. ماما لحظه وجاي. يعني هيك بترجع عليك القطعه تقريبا بالجمله ليرتين ونص. انت ايش عملت؟ ليش عندك تلبري؟ هلا صرت كريم؟ يا سيدي ما رح اشربك معي، ها لا شوف، مشان تتعلم تاخذها وتروح تعطيها للبنت، امشي لا شوف. لا اخي استغفر الله، ما عندك أي مشكلة، بتحب الدفع بالدولار، بتحب العملة المحلية. بطي خير ما بطي ولي دخلكم بطي ولي، ساعة
طفرت بطي بطي اخبطني اخبطني تانا تانا بابا اصليك دكتور وانا بنتي شو صار فيها؟ شو في دكتور؟ احكي والله مشكلتي انا في مشكلة المدام اكلين شيء متسممين فيه لكن المدام بسبب مناعتها القوية قدرت تتحمل وعملنا لها غسيل معدة والحمد لله تخطت مرحلة الخطر ايه بس تابع للأسف مناعتها جدا ضعيفة كركونة صغيرة ما قدرت تتحمل التسمم والله صدق دكتور لا ما قلت شيخنا لك شو جبنا هون؟ من وين جت هاي علبة العصير لقيتها لا؟ يا ربي أنا قتلت بنتي في إيدي ليش أتاجك بشي بنتي صلحيته؟ ألو عمر اسحبوا كل العصير من السوق لك اسحبوا هون يا الله منين جتني هالمصيبة منين مسكت على البيت العصير اللي هيتونا يا الله أنا اللي عطيته إياها إيه أنا اللي عطيته إياها ولو أعرف إنه متهية صلاحيته وراح تتسمم منه لكن شربتك إياها لك وبطريقتي الخاصة حتى تعرف إن الله حق وتشرب من نفس الكاس اللي عم تشرب منه العالم تشرب من نفس الكاس اللي عم تشرب منه العالم ولا نسيت قول الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بعزيز ذو انتقام صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به ومن شق شق الله عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ما كانت المسبحة ولا الجلابية ولا اللحية ستار تتحامى فيه باسم الإسلام وهذا أكبر دليل خلي العالم تتعظ فيه قبل فوات الأوان يا حيف على عمرك بس امشي امي امشي والله طالع منك يا نص نصيص عبتعرف تعطي حكم موايز لكن امي الرجولة